بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم. هنبدأ النهاردة أول محاضرة في الأوتونوميك. تقول لنا هنا إن النيرفس سيستم هو الماستر أوبريتور أوف أور إكزيستنس. الجهاز العصبي هو المشغل والمتحكم في وجودنا في الحقيقة. باي ذا إند أوف ذيس ليكتشر، في نهاية المحاضرة دي لازم تكون عندك قدرة على فهم able to understand الحاجات التالية. نبدأ بأول عنصر معانا، الـ functional organization of the nervous system، يعني التركيب الوظيفي للجهاز العصبي. ما هو الجهاز العصبي جزء من الجسم، ليه تركيب وكل جزء منه ليه وظيفة، فده معنى functional organization of the nervous system. عندنا nervous system كله على بعضه كده، الجهاز العصبي بتاعنا ده كله جزئين أساسيين، حاجة central مركزية وجزء بريفرال طرفي. ناخد الأول البسيط والسيمبل، السنترال نيرفس سيستم عبارة عن البرين والسباينال كورد. لو خدنا شكلنا احنا كده شكل الجهاز العصبي، هنفترض ان ده البرين، ونازل من البرين السباينال كورد، الحبل الشوكي اللي نازل في ظهرنا، نازل في العمود الفقري من جوه، اسمه الحبل الشوكي او السباينال كورد، وده البرين، ده المخ، هو ده السنترال نيرفس سيستم. كل الحاجات اللي هتطلع منه بقى طرفية كده، كل الحاجات اللي هتخرج منه، كل سلوك الكهرباء اللي هتمشي منه، دي اسمها ايه؟ اسمها البريفرال نيرفس سيستم. الحاجات الطرفية دي بقى لها شوية تصنيفات. نخلي بالنا، هو ايه وظيفة النيرفس سيستم؟ وظيفته ان لما يحس بأي تشينج، أي تغير في البيئة اللي حوالينا، زي مثلا أو داخلنا حتى، يعني البيئة اللي حوالينا زي ايه؟ زي ما يكون فيه زي ما قلت لكم كده الحرارة، حاجة مرتفعة، مسكت حاجة سخنة. ده تشينج حصل اوتسايد البادي، فانا حسيت بيه اول ما مسكته بايدي، عندي حساسات في ايدي، حست الحراره العاليه. فقال لي ازاي حست الحراره؟ يعني ايه حست الحراره العاليه؟ حسيتها يعني المخ حس، مش الجلد اللي حس ان في حراره عاليه، اللي حس في الحقيقه ان في حراره عاليه المخ. عرفها ازاي دي؟ في حساسات عندي في ايدي وعندك في ايدي وعند كل انسان في جسمنا كله من بره حساسات. حست الحاجه السخنه الريسبتورز دي، وقامت اول ما حست الحاجه السخنه شفرتها في شكل كهرباء. المعلومه دي ان في حاجه درجه حرارتها كذا عاليه قوي عن قدره الجسم وتحمل الجسم، فشفرتها في شكل معلومه كهربائيه، وقامت المعلومه الكهربائيه متحركه رايحه للسباينال كورد اللي هو جزء من السنترال نيرفس سيستم. هنا في مركز، المركز ده مركز العمليات، خد المعلومه دي وقارنها بالسيت بوينت، قال الجلد يتحمل درجة حرارة خارجية مثلا ل 30 35 درجة، الحاجة دي درجتها تقريبا 70 درجة، إذا بناء عليه لازم نبعت بسرعة موتور نيرف يروح للعضلات بتاعة الذراع بتاعة الإيد تقول له اسحب إيدك بسرعة. كل ده بيحصل في جزء من الثانية طبعا يعني. فيبقى عندنا في جزء راح من الريسبتور باتجاه النيرفس سيستم حامل رسالة، وفي جزء تاني من هذا البريفرال نيرفس سيستم خرج من السنترال حامل امر مودي لعضله معينه او ايا كان الاورجان بقى اللي هنشتغل عليه، تمام؟ بس ده مثال بس. فيكون البريفرال نيرفس سيستم باختصار جزء سنسوري، اللي هو ده اللي هو هياخد من الريسبتور يودي للسنترال نيرفس سيستم، وجزء موتور اللي هو هياخد من السنترال نيرفس سيستم ويروح باتجاه الافكتور اورجان. السنسوري ده مش نوع واحد، اللي طالع من الجلد رايح باتجاه، اللي طالع من الجلد رايح باتجاه السنترال نيرفس سيستم اسمه سوماتيك سنسور، جسدي ارادي. اللي بياخد من جوه الجسم بيحس ضربات القلب، بيحس حركه الامعاء، بيحس درجه حراره الجسم الداخليه، بيحس معرفش ايه، بيحس الوضع الداخلي، البيئه الداخليه، اسمه الفيسرال، فيسرال سنسوري، يعني بيحس الاحشاء. فيسرا يعني احشاء، سهله كده. طيب الموتور بقى، ان الموتور هو انهي؟ اللي طالع من الاورجن رايح للسنترال نيرفس سيستم، ولا اللي طالع من السنترال نيرفس سيستم؟ نسهلها احسن، خلي بالكم، هنقول اللي رايح باتجاه السنترال نيرفس سيستم ده السنسوري، واللي خارج من السنترال نيرفس سيستم اللي خارج من السنترال نيرفس سيستم هو الموتور. حلو كده. الموتور بقى اللي خارج ده، لو خارج رايح لعضله هيكليه نسميه سوماتيك ارادي، لانه بيتحكم في العضلات الهيكليه اللي احنا بنتحكم فيها ونشغلها براحتنا، عايز امسك قلم، عايز امسك ماوس، عايز، فيبقى ده موتور سوماتيك. طيب لو كان رايح للقلب عشان يظبط ضربات القلب، لو رايح للامعاء عشان يزود الافرازات فيها، لو رايح معرفش لفين، اي حاجه جوه الجسم،
ده اسمه ايه؟ فيسرال. فيسرال او اوتونوميك، لا ارادي. هل انا بقدر اتحكم في ضربات قلبي؟ لا، ضربات القلب لما تسرع، لما تكون سريعه، المخ لوحده بطريقه لا اراديه من غصب عنه يروح يبطئه يهديه، ولو متباطئ قوي من غصب عنه يروح يزوده، وهكذا بالنسبه لكل حاجه داخل الجسم، فهو لا ارادي. اللا ارادي ده جزئين، سمباثيك وبارا سمباثيك، وهنشبع فيهم كلام، كفايه تعرفوا بس الاسم دلوقتي كده تمام. تعالوا بقى نقارن الاوتونوميك فيرسز السوماتيك نيرفس سيستم. يا دكتور انت قلت لنا دلوقتي خلاص حفظناها، عرفنا ان الاوتونوميك ده لا ارادي انا ما بعرفش اتحكم فيه، والسوماتيك ده الارادي اللي انا بتحكم فيه. بس يعني في تقسيمه علميه كده يا جماعه وشويه مصطلحات لازم نعرفهم. لما احب اعرف السوماتيك هو الجهاز العصبي الارادي. ارادي يعني ايه؟ يعني فولنتري. ولا ارادي يعني ايه؟ يعني انفولنتري، كلمه ان تنفي. فالفولنتري يعني ارادي، انفولنتري يعني لا ارادي. ادي اول حاجه في التعريف. طيب ايه رايكم السوماتيك والاوتونوميك لما قسمناهم في الرسمه كانوا تبع تقسيمه الموتور ولا السنسوري؟ تقسيمه اللي رايح على السي ان اس ولا اللي خارج من السي ان اس؟ كانوا تبع تقسيمه اللي خارج من السي ان اس اللي اسمه الموتور، فبالتالي هم موتور، الاثنين موتور. يبقى السوماتيك والاوتونوميك الاثنين موتور. تعالوا كده انا هتكلم هنا في التقسيمه عن الجزء ده، سيبك من ده خالص، ده مجرد مرسال، ده مجرد بيحمل معلومه جايه من خارج الجسم او من داخل الجسم وموصلها للسنترال نيرفس سيستم، سيبك منه دلوقتي، شغلنا كله على الجزء ده، على الموتور سوماتيك واوتونوميك، وتقسيمه الاوتونوميك سمباثيك وبارا سمباثيك. نرجع تاني للجدول، يبقى الديفينيشن السوماتيك فولنتري ارادي، الاوتونوميك انفولنتري لا ارادي، الاثنين موتور، الاثنين موتور بارت، يعني اللي بينقل من السنترال نيرفس سيستم ويروح باتجاه الافكتور اورجن، موتور بارت اوف ذا بريفرال نيرفس سيستم، الاثنين جزئين من مين؟ من البريفرال نيرفس سيستم. يبقى السوماتيك والاوتونوميك ينفع اقول ان هم جزء من السنترال نيرفس سيستم؟ لا، هم الاثنين جزء من البريفرال، هم الاثنين موتور. الفرق الرئيسي بينهم ان السوماتيك فولنتري والاوتونوميك انفولنتري. الحاجه الثانيه، هل السوماتيك ليه ديفيجن؟ في التقسيمه بتاعتنا من شويه قسمنا السوماتيك، ادينا للسوماتيك اي اقسام؟ اه، وقفنا هنا، ما ادناش اقسام، ملهوش. لكن الاوتونوميك الفيسرال ده، الاوتونوميك ده قسمنا لسمباتيك وبارا سمباتيك. يبقى تاني حاجه في التقسيمه من حيث الديفيجن، السوماتيك ملهوش اقسام، الاوتونوميك مقسوم منه نوعين او جزئين، سمباتيك وبارا سمباتيك. من حيث الكنترول التحكم اللا ارادي، هل انا محتاج وعي عشان اتحكم فيه؟ مش محتاج. السوماتيك ارادي يعني محتاج اراده مني، وعلشان يكون ليا اراده لازم اكون فايق وصاحي، علشان كده السوماتيك علشان نتحكم فيه نعمل فيه كنترول محتاج كونشسنس، محتاج يكون الواحد في حاله وعي. بينما الاوتونوميك ده اكتف على طول، شغال على طول، يعني لما نيجي نقول واحنا نايمين السوماتيك بيشتغل؟ مش هيشتغل، لان في حاله لا وعي، انا مش واعي بحاجه حواليا، وبالتالي ما بعملش اي حاجه اراديه بمزاجي. فعلشان كده بيكون السوماتيك ان اكتف، غير نشط. بينما وانا نايم هل القلب بيقف؟ لا. هل الامعاء هتقف وتبطل شغل؟ لا. هل الشغل اللي بيحصل في الكبد هيقف؟ لا. هل الدم في الاوعيه الدمويه هيقف؟ لا. ده معناه ايه؟ انه اكتف حتى وانا نايم، فهو اولويز اكتف، نشط باستمرار من حيث الوظيفه. السوماتيك بيعمل لوكوموشن، يعني مسؤول عن الحركه، عن الموفمنت، هو اللي يحركني لانه بيحرك العضلات الهيكليه. بينما الاوتونوميك لا، الاوتونوميك مش مسؤول عن حركتي، مسؤول عن الهوميوستيزس، عن حاله الاتزان او التوازن داخل الجسم. ضربات القلب لها رينج طبيعي، لا تزيد عنه ولا تقل عنه. مين اللي يظبط الموضوع ده؟ الاوتونوميك. درجه حراره الجسم الداخليه لها درجه معينه طبيعيه، رينج طبيعي، مدى طبيعي، لا تزيد ولا تقل. مين اللي يظبط الموضوع ده؟ الاوتونوميك. ضبط الوضع الداخلي في اطار محدد اسمه الهوميوستيزس الافكتور اورجان. هو اي ريس ما بيشتغلش بايده، محتاج حد يشتغل له، هو بس يدي اوامر. السنترال نيرفس سيستم او النيرفس سيستم الجهاز العصبي ده الريس، وبيبعت اوامر لحد ينفذها. مين اللي هينفذ في حاله السوماتيك؟ عضو واحد، واحد بس اللي شغال تبع السوماتيك، السكليت المصل، العضلات الهيكليه، العضلات اللي في الذراع، العضلات اللي في الظهر، العضلات اللي في الرجل، العضلات اللي بتحركنا دي اسمها السكليت المصل، تشمل الميديشن اوف فولنتري ريفلكس. يعني ايه يا دكتور؟ مش انت لسه قايل فوق انه فولنتري؟
هو أنا دلوقتي لما قلت المثال بتاع اللهب، لما أمسك اللهب حاجة سخنة، أمسك معلقة سخنة، أمسك أي حاجة سخنة، فبسرعة بحركة لا إرادية مني، هي لا إرادية، قمت رامي المعلقة السخنة أو ساحب إيدي بعيد عن الحاجة السخنة اللي لمستها. أنا سحبت إيدي بطريقة لا إرادية involuntary، بس مين اللي حرك جسمي؟ إيه اللي اتحرك عندي؟ العضلات الهيكلية السكليتال ماسل، والسكليتال ماسل دي شغالة عند مين؟ عند السوماتيك نيرفس سيستم. فيكون حتى الحركة اللا إرادية اللي تبع ما يسمى بالريفلكس أرك، وهنتكلم عنه بالتفصيل في وقت إن شاء الله، تعتبر حركة تتبع السوماتيك نيرفس سيستم، لأن المنفذ ليها كان مين؟ هي السكليتال ماسل، والسكليتال ماسل بتاخد اوامرها من مين؟ من السوماتيك نيرفس سيستم. سهله كده. طب الاوتونوميك؟ لا، الاوتونوميك ده بيشتغل على نوع تاني من العضلات اسمها السموث ماسل والكاردياك ماسل، وبيشتغل معاهم كمان على الجلانز، على الغدد، يعني هو اللي يخلي البنكرياس يطلع انسولين زياده او يقلل الانسولين، هو اللي ده بالنسبه للجلانز الغدد، هو اللي يخلي الاوعيه الدمويه توسع او تضيق، يعني توسع علشان توصل دم كتير او تضيق عشان تقلل كمية الدم، هو اللي يخلي القلب يبقى سريع او يبقى بطيء او يبقى ماشي في النورمال ستيت. فهو شغال على مين؟ على الكاردياك والسموث ماسل والجلاند. وانا ما عنديش اصلا انواع من الماسلز غير ثلاثة، يا اما تكون سكليت العضلات هيكليه، يا اما تكون سموث عضلات ناعمه اللي موجوده في جدار الامعاء، في جدار الاوعيه الدمويه والكلام ده، او كاردياك ماسل العضله بتاعت القلب. يبقى عضله، يبقى اللي شغال عند السوماتيك شخص واحد، عضو واحد، نظام واحد في الجسم، السكليت المصري. بينما في الاوتونوميك ثلاثه شغالين، السموس والكارديك ومين والجلانس. حلو، اكزامبلز، امثله سهله قوي. بالنسبه للسوماتيك، لما اجي اجري رانينج او امشي ووكينج، كل ده يعتبر ها تحت ارادتي ولا لا؟ انا عايز اجري دلوقتي هجري، عايز امشي همشي، يبقى حركه، عايز ارفع رجلي ارفع، عايز انزلها انزلها، سوماتيك. بينما ضربات القلب هارت ريت، ريسبيراتوري ريت معدل التنفس، الدايجيشن الهضم اللي شغال وانا قاعد دلوقتي وانا نايم في كل وقت، ده كله لا ارادي، فده كله اوتونوميك. الافكت التاثير، السوماتيك دايما اكسايتاتوري، العضله في الاصل في حاله ريست، العضله في الاصل في حاله ريست، لما يجي امر من السوماتيك فانا بحولها من حاله الريست، من حاله الراحه لحاله الشغل، يبقى انا باثرها ولا لا؟ باثرها، يعني بتشتغل وتبذل شغل، فعشان كده بنسميه اكسايتاتوري اثاري. بينما في الاوتونوميك مش دايما اكسايتاتوري، لو ضربات القلب، لو القلب ماشي طبيعي وبعدين انا في حاله ستريس، يعني في مثلا حد بيجري ورايا وانا لازم اجري بسرعه، فبالتالي السيماتيك يجي يعمل اكسايتيشن للقلب، يزود ضربات القلب عشان يزود الدم اللي هيوصل للانسجه علشان اعرف العضلات عشان اعرف اجري، تمام؟ يبقى ده اكسايتاتوري. لكن لو انا دلوقتي خلاص تعبت من الشرح ومن الشرح ليكو وعايز اريح شويه، فهفرد جسمي كده وانام. في حالة ما انا هفرد جسمي وانام كده، عضلاتي تغم، عينيا تغمض، وجسمي كله يبقى ريلاكس، ده اسمه ايه بقى؟ انهبيتوري افكت، الباراسيمباتيك اللي يتحكم في جسمي في الحالة دي، يهديني عشان اعرف اريح، هيعمل انهبيشن، يعني الحاجة اللي كانت اكتيف وشغالة يقول لها اهدي شوية، يلاقي ضربات القلب متسارعة يقول له اهدى كده علشان نستعد للنوم، فيهدي ضربات القلب، ده انهبيتوري افكت، تمام؟ اوتونوميك جانجلي، هل في السوماتيك اوتونوميك جانجلي؟ لا، في السوماتيك لو خدنا الرسمه اللي كنا عاملينها ونرسم هنا كده، في السوماتيك السنترال نيرفس سيستم، هرسم رسمه سريعه كده، تمام؟ ادي السباينال كورد والبرين اللي فوق ده مثلا، تمام؟ السنسوري، الجزء السنسوري خلاص مش هنرسمه، اللي هو جاي من الافكتور اورجن، من اللي جاي من الريسبتور رايح ناحيه الجهاز العصبي. انا هتكلم دلوقتي عن مين؟ قلنا كلامنا كله على اللي طالع بهذا الاتجاه، اللي خارج من السنترال نيرفس سيستم رايح باتجاه الافكتور اورجن. انا عندي اتنين دلوقتي، هرسم اتنين، هرسم اللي رايح لعضله هيكليه، تمام؟ ولتكن عضله في الذراع مثلا، اللي رايح لها بيروح لها مباشر كده، مفيش اي فواصل في الطريق، مفيش اي محطات في الطريق. لكن اللي رايح مثلا لوعاء دموي، تمام؟ او اللي رايح مثلا للقلب، تمام؟ بيكون ايه؟ بتلاقيه هو ماشي كده يقف في محطة، وبعدين واحد تاني ياخد منه الأمر ويوصله لحد الوعاء الدموي أو يوصله لحد القلب. الوقفة دي والمحطة دي اسمها الأوتونوميك جانجليا. يبقى الأوتونوميك جانجليا موجودة في السوماتيك؟ لا مفيش. إنما في الأوتونوميك، في أوتونوميك جانجليا. عشان كده حتى اسمها ايه؟ أوتونوميك. حلو. الباثواي، المسار بتاعه لسه راسمينها.
ها مفيش اوتونوميك جانجليا هنا، وبالتالي المسار واحد، هو عصب واحد يطلع من السنترال نيرفس سيستم لحد ما يوصل للعضله. ما احنا قلنا العضله السكليتال ماسل مفيش غيرها اصلا، بينما هنا لا، بيكونوا اتنين، واحد قبل المحطه وواحد بعد المحطه، بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك. سهله كده، اتنين نيورون سيستم. اظن كده المقارنه مفيش اسهل منها. يبقى السوماتيك والاوتونوميك مش عايزين نحفظ، عايزين نفهم. بدل فهمنا ان السوماتيك ده جسدي فولانتري ارادي شغال عليه بس، السكليتال ماسل هو ده العضو الوحيد المنفذ ليه، بينما الاوتونوميك انفولانتري لا ارادي وبيشتغل على السموس والكاردياك ماسل والجلانز. باقي الحاجات كلها بالفهم تيجي معانا ومش محتاجه اي نوع من الحفظ. ندخل بعد كده على الرسمه اللي بتوضح لنا الفرق بين السوماتيك والاوتونوميك بعد ما خدناه في شكل جدول. تعالوا ناخدوه في شكل صوره بسيطه وجميله. ده السنترال نيرفس سيستم، وده الافكتور اورجان. دي مين؟ دي سكليتال ماسل. مين اللي متحكم فيها، سوماتيك ولا اوتونوميك؟ برافو عليكم، سوماتيك. سكليتال سوماتيك ماسل، حلو. سوماتيك نيرفس سيستم، وهنلاقيه 1 نيورون ولا 2 نيورون؟ سلك واحد طالع من هنا، سلك كهرباء طالع من السنترال نيرفس سيستم وماشي لحد ما وصل العضله. خط واحد، عصب واحد، ده وعاء دموي. ده وعاء دموي السموث ماسل اللي موجوده مثلا في البلاد فيزل، او دي غده، او اي انترنال اورجن. هنلاقي العصب يطلع من هنا يمشي شويه وبعدين يقف في جانجليا في محطه ويستلم منه العصب، انتهى هنا اهو، وبعدين يجي عصب جديد ياخد منه الامر ويوصله لحد مين؟ لحد الافكتور اورجن اللي هو حاجه داخل الجسم، اللي هو حاجه بيتم التحكم فيها بطريقه لا اراديه. هو ده الاوتونوميك نيرفس سيستم، وهو ده السوماتيك نيرفس سيستم. انا بحكي هنا عن مين؟ عن الجزء الموتور ولا على السنسوري اللي كان جاي من الريسبتور لحد هنا؟ لا، انا بحكي عن الموتور. الموتور اللي هو جاي منين؟ اللي طالع من السنترال نيرفس سيستم ورايح باتجاه مين؟ رايح باتجاه الافكتور اورجان. قواعد اساسيه نحطها في دماغنا عشان هنشبع فيها كلام. العصب من اول في الاوتونوميك، من اول السنترال نيرفس سيستم لحد الجانجليون، لحد المحطه، اسمه ايه؟ بري جانجليونيك، ما قبل الجانجليون. العصب من اول الجانجليون لحد ما يوصل الافكتور اورجان، اسمه ايه؟ بوست جانجليونيك. مسميات ومصطلحات مش هنختلف عليها. المحطه اسمها ايه؟ اوتونوميك جانجليا. الاخير ده اسمه ايه؟ العضو المنفذ اللي هو القلب او الوعاء الدموي او الامعاء او اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ افكتور اورجان، العضو المنفذ. تعالوا بقى هنا نتكلم عن الاوت فلو الاورجنايزيشن بتاع السيمباتيك والباراسيمباتيك نيرفس سيستم، التدفق العصبي اللي بيحصل فيهم وتركيبهم. فاول حاجه بتقول لنا ذا اوتونوميك نيرفس سيستم كنترول انفولنتري موفمنت، قديمه سمعناها قبل كده والدكتور شرحها. للسموث ماسل والكاردياك ماسل والجلانز، برضو قديمه وعارفينها، دولت الافكتور اورجنز، دولت اللي بيشتغل عليهم. divided into sympathetic and parasympathetic nervous system، برضو قديمة والدكتور قالها في أول حاجة خالص أول ما دخلنا على الشرح. يجي بقى على الجديد يقول لك هنا إيه. sympathetic nervous system operates at stress، fight or flight، لما الواحد يحب يجري أو يهرب، تمام؟ في الحالة دي مين اللي يشتغل معانا؟ في حالات الاسترس وانتوا قاعدين في الامتحان. النهاردة الدكتورة اللي كاتبها لي، دكتور الحقنا واشرح وابعت الفيديوهات. في حالة ستريس مين اللي شغال عندها؟ مين اللي خلاها بسرعة تروح وتكتب والكلام ده كله؟ السيمباثيك نيرفس سيستم. طب الباراسيمباثيك عكسه. الباراسيمباثيك ده بتاع الريست، بتاع الراحة، بتاع الدايجيشن، بيقول لك ريست اند دايجست، ريح واهضم. هو ده الباراسيمباثيك، بيقول لنا كده. الباراسيمباثيك وظيفته انه يقول للجسم ريح واهضم، بينما السيمباثيك يقول للجسم اجري واهرب. سهلة؟ طيب. Most organs are supplied by both divisions of autonomic nervous system. معظم الأعضاء الداخلية في الجسم بيجي لها واحد يسرعها ويشغلها، وواحد تاني يهديها ويريحها. واحد sympathetic يسرعها ويشغلها، وواحد parasympathetic يهديها ويريحها. But few organs، ده معظم، أنا قلت معظم ما قلتش all، يبقى few organs في بعض الأورجنز controlled by only one branch، واخدة بس برانش واحد، إما sympathetic وإما parasympathetic. ما تهمناش قوي في الام اس كيو دي. الاوتونوميك نيرفس سيستم بيحتاج 2 نيورون افرنت. ايه افرنت ده يا دكتور؟ ها سهله، قلنا قبل كده بس بمصطلح تاني. فاكرين الموتور اللي هو انهي الموتور يا دكتور؟ تاني فكرنا، اللي طالع من السنترال نيرفس سيستم وواخد الامر،
باتجاه الافكتور اورجن كان اسمه الموتور، هو ده الاسم تاني الافرنت، بس كده الصادر، الصادر او الافرنت او الموتور هو ده. الافرنت او الموتور ده مش اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا عباره عن 2 نيرون يعني قديمه؟ كويس، يبقى الاوتونوميك نيرفس سيستم بيحتاج 2 نيرون افرنت باث واي. الاولاني سميناه بري جانجليونيك اللي قبل المحطه، والتاني بوست جانجليونيك اللي بعد المحطه، قديمه وقلناها قبل كده. البري جانجليونيك اللي هو الفيرست نيرون اللي هو العصب الاولاني اللي هو اول واحد بيخرج من السنترال نيرفس سيستم، بيجي نات ذا سباينال كورد. هيبدا فين؟ في السباينال كورد. مين السباينال كورد؟ جزء من السنترال نيرفس سيستم. اند وبعدين ويل كونكت وذ ذا بوست جانجليونيك، هيقابل البوست جانجليونيك، هيوصل الامر، هيوصل الرساله اللي واخدها من السنترال نيرفس سيستم الى البوست جانجليونيك. يتقابلوا فين؟ يقول له نقابلك فين يا معلم؟ هيقابله في الجانجليا في المحطة، والتاني البوست جانجليونيك اسمه السكند نيرون. يبقى لما اقول لك افرنت يعني موتور، يعني اللي طالع من السنترال نيرفس سيستم بيحمل الامر، ولما اقول لك فيرست نيرون قصدي اللي قبل الجانجليون، ولما اقول لك بري جانجليونيك قصدي اللي قبل الجانجليون، ولما اقول لك بوست جانجليونيك قصدي اللي بعد الجانجليون، ولما اقول لك السكند نيرون قصدي اللي بياخد من الفيرست قصدي اللي بعد الجانجليون. امر كده سهل، ده بوست جانجليونيك نيرون ويل ذن انرفيت ذا تارجت اورجن. وبعدين السكند نيرون البوست جانجليونيك نيرون بعد ما بياخد الامر من الفيرست، الامر ده جاي منين؟ جاي من السنترال نيرفس سيستم، قد يكون امر للقلب، بيقول للقلب يا قلب تسارع، سرع ضرباتك شويه. يبقى مين النهايه عند مين؟ النهايه عند الافكتور اورجن او التارجت اورجن او العضو المستهدف بالعمل. يبقى ادي يا جماعه السنترال نيرفس سيستم الكلام اللي بنحكي فيه من ساعتها. الخليه العصبيه بتاعه البريفرال نيرفس سيستم بتاعه الاوتونوميك بتبدا في السنترال نيرفس سيستم تاخد منه الامر، وبعدين تنقله وتمشي الامر ده، هنعرف بيمشي ازاي وكل تفاصيله، توصله لحد الجانجليون. في الجانجليون هيقابلها عضو جديد، هيقابلها عصب تاني، السكند نيرون، البوست جانجليونيك نيرون، ياخد منها الامر ويوصله لحد الافكتور اورجان. حلو قوي كده. ده سيمباثاتيك ديفيجن. السيمباثاتيك بقى، ما احنا قلنا فيه سيمباثاتيك وبارا سيمباثاتيك. قلنا السيمباثاتيك بتاع الاسترس، سيمباثاتيك ستريس بتاع الاسترس والشغل والاكشن. السيمباثاتيك ديفيجن هاز ثوراكو لامبر اوريجين، بيخرج منين؟ لو جينا على السباينال كورد كده ورسمناه، احنا قلنا خلي واحد مخه صغير كده ونازل منه السباينال كورد، تمام، نازل في ظهرنا، المخ في الجمجمه فوق في الراس، صح كده؟ وبعدين العمود، وبعدين السباينال كورد ينزل في الظهر، وهو نازل في الظهر هيقابل اكيد، هينزل منطقه منه هتكون قبال الصدر، قبال الثوراسيك، قبال الصدر نرمز لها بالرمز تي، وجزء هيكون قبال البطن لامبر، وجزء هيكون تحت خالص ساكرال، تمام، حلو قوي. وجزء فوق في العنق اسمه سي سيرفايكال، ده تقسيم السباينال كورد، الفقرات اللي في ظهرنا، مش في فقرات عنقيه؟ الحبل الشوكي اللي جواها اسمه السيرفايكال سباينال كورد او السيرفايكال بارت اوف سباينال كورد، ومش في فقرات قبال الصدر قبال الرئه والقلب في منطقه الصدر، فقرات في ظهرنا قبال المنطقه دي اسمها الثوراثيك، ماشي جواها الحبل الشوكي او الثوراثيك بارت من الحبل الشوكي من السباينال كورد، ومش في فقرات في الظهر قبال البطن قبال الامعاء بقى والشغل بتاع الجهاز الهضمي، اهو ده اسمه اللامبر، والسباينال كورد الحبل الشوكي اللي جوه اللي ماشي جوه هنا كده جوه العمود الفقري اسمه اللامبر بارت اوف سباينال كورد، وفي جزء تحت خالص ساكرا. حلو قوي كده. السيمباثاتيك العصب السيمباثاوي ما يخرجش غير من منطقتين، من منطقه الثوراثيك ومنطقه اللامبر، بيسموه ثوراكو لامبر، من النص من هنا ثوراكو لامبر اوريجين او الاوت فلو. لما اقول لك الاوت فلو التدفق بتاع السيمباثاتيك بيطلع منين؟ ثوراكو لامبر يا دكتور. حلو. Meaning that the neuron begin at the thoracic and lumbar part of the spinal cord. سهلة ها؟ طيب. أمال الباراسيمباثاتيك؟ لا، الباراسيمباثاتيك بقى ياخد من فوق قوي، من هنا كده، من داخل الجمجمة نفسها، وياخد من تحت قوي، من السكرال. الباراسيمباثاتيك ديفيجن كرينيو سكرال. كرينيو عشان بياخد من الكرينيوم اللي هي الجمجمة. كرينيوم يعني جمجمي، لانه بياخد الاعصاب بتطلع من داخل الجمجمه، من جزء من المخ داخل الجمجمه،
تمام؟ يبقى كرينيو سيكرال من تحت خالص الديل بتاع السباينال كورد، meaning that the neurons بتاعت الباراسيمباثيتك begin at the cranial nerve، بتبدأ في الكرينيال نيرف and the sacral part of the spinal cord. وادي رسمه كمان توضح الكلام اللي قلته، رسمه بسيطه وسهله. هذا المخ البرين، وهذا السباينال كورد الحبل الشوكي اللي يطلع من فوق قوي ومن تحت قوي، ده مين؟ ها كرينيو ساكرال، قولوا بالله عليك ولا تعبت، ده مين؟ الباراسيمباتيك. طيب اللي هيطلع من هنا من الثراكو لامبر من تي 1 2 3 4 ونازل، طبعا دي العنقيه، دي السيرفايكال، ما تعظنوش ان دي اللي قبل، لا بصوا كده المنطقه دي اللي هي السيرفايكال، مش عشان قبلها الرئه وقبلها القلب تبقى الثوراسيك، لا دي علشان بس الرسمه. الجزء ده كده اسمه ايه؟ اسمه السيرفايكال، دي اللي بتكون في العنق. الجزء ده اللي بيكون هناك في الجمجمه، داخل الجمجمه المظله والبونز والكلام ده، وبيطلع من هنا الكرينيال. يبقى ده الثوراثيك واللمبر، الاثنين دول الثوراثيك واللمبر من تي 1 لحد نازل معانا الحل لمبر 2، كل ده بنسميه الثوراثيك لمبر او الثراكو لمبر بارت اللي بيطلع منه السيمباثيتك. والمعلومه اللي كانت على الماشي وقلناها ان كل اورجن تلاقيه واخد واحد سيمباثيتك واخد بارا سيمباثيتك، واخد سيمباثيتك واخد بارا سيمباثيتك، واخد سيمباثيتك واخد بارا سيمباثيتك، ده موست معظم الاورجنز. بعض الاورجنز بسيط جدا هنعرفها بعد كده بتاخد بس يا سيمباثيتك بس يا بارا سيمباثيتك بس. نيجي هنا بقى لموضوع برضه سهل وجميل خالص، اسمه ايه؟ اسمه الاوتونوميك ريفلكس. يعني ايه ريفلكس؟ يعني ردة الفعل. ردة فعلك لما مسكت حاجة سخنة سحبت ايدك اسمها ريفلكس. لما سحبت ايدك عشان لمست حاجة سخنة اسمها ايه؟ اسمها ريفلكس وردة فعل. ردة الفعل في الغالب حاجة لا إرادية. بس احنا قلنا لو إرادية وسحبنا ايدنا عن طريق العضلات الهيكلية كان اسمها سوماتيك ريفلكس، أو هنتكلم عنها إن شاء الله في وقتها. كنا بس سميناها في الجدول ايه؟ ريفلكس ارك. حلو قوي. طيب هنيجي نتكلم هنا عن الاوتونوميك ريفلكس، ردة الفعل اللا ارادي اللي بيحصل داخل الجسم، اللي بيحصل في الفيسرا داخل الاعضاء. زي ما قلنا ضربات القلب تبقى سريعه، فيجي السنترال نيرفس سيستم يعلم بالموضوع ده فيتخذ قرار بانه لازم يهدي القلب، يبعت للقلب امر يقول له اهدى. ده يعتبر اوتونوميك ريفلكس. درجة حرارة الجسم ارتفعت، عدت 38.5 39، السنترال نيرفس سيستم الجهاز العصبي المركزي يوصله الخبر، يقوم باعت مجموعة أوامر كده لأعضاء داخلية يقول لهم حاولوا تنزلوا درجة حرارة الجسم علشان كده الجسم هيعطل من جوه. ده أوتونوميك ريفلكس. الريفلكس دايما يبدأ بستيمولس، عناصر الريفلكس واحدة، يبدأ بستيمولس. إيه هو الاستيمولس؟ أي تغير هيحصل. لو التغير حصل خارج الجسم يسموه الاكسترنال ستيمولس، لو التغير حصل داخل الجسم نسميه انترنال ستيمولس. الاوتونوميك هيستجيب لمين في الغالب؟ ها للانترنال ستيمولس، بس على فكره ممكن برضه يستجيب للاكسترنال، بس ازاي؟ بطريقه غير مباشره كده، مش وقت، مش هصدعكم بيها دلوقتي. خلونا دلوقتي ان اي ريفلكس لازم يبدا بالستيمولس. حلو، منبه. الاستيمولس دي في حساسات في الجسم تستقبلها اسمها الريسبتورز، حساسات او مستقبلات، تقابل الاستيمولس وتعرف منها هي عباره عن ايه وعايزه ايه، وتاخد المعلومه تشفرها في شكل كهرباء وبعدين تنقلها ها في السنسوري نيرون ولا في الموتور نيرون؟ في السنسوري، وليه اسم تاني اسمه افرنت بالاي مش بالاي. يبقى تقوم بعت الاشاره في سلك كهرباء كده اسمه السنسوري، اللي هو بياخد من الريسبتور يودي الامر، بيبعت الرسالة، بيبعت المعلومة اللي جاية من بره أو من جوه، اللي هي الاستيمولس يبعتها للسنترال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم ياخد المعلومة جواه ويعمل عليها عملية انتجريشن. يعني إيه انتجريشن ببساطة؟ يعني ياخد المعلومة، مثلا لو المعلومة دي درجة حرارة الجسم الداخلية، وجاية له الرسالة بتقول له إن درجة حرارة الجسم دلوقتي المقياس، يعني تقاس الحساس، قاس درجة الحرارة، وهو ده الاستيمولس بقى، إن درجة الحرارة بقت عالية. اسهى بعت له الرقم، بيقول الرقم دلوقتي 39. يجي السنترال نيرفس سيستم عنده سيت بوينت متظبط، عارف ان درجه حراره الجسم الطبيعيه مثلا للشخص ده 37.5، فيقول 39 اكبر من 37.5 معناها ان عدت الحد الطبيعي او الرينج الطبيعي، معناها ان في حراره مرتفعه، وبالتالي يجب علي ان اتخذ قرار الان اني ابعت
للأعضاء المختلفة اللي هتساعدني، النظام اللي هيساعدني في تبريد الجسم أقول له حاول تنزل درجة الحرارة تاني، ويبعت وبعدين الريسبت وتبدأ تقيس الحرارة تاني وتبعت له أول بأول. هو عمال يعمل انتجريشن تكامل للمعلومات ويبعت أوامر. الأمر هيبعته في مين؟ في السنسوري ولا في الموتور؟ افرنت حلو قوي. عصب واحد ولا عصبين في الاوتونوميك؟ عصبين، واحد قبل الجانجليون واحد بعد الجانجليون. خلاص كلام حفظناه يا دكتور ما تكررهوش، خلاص مش هكرره ماشي. يبقى هيقوم باعت مين؟ الامر هيمشي في الاول في البري جانجليونيك وبعدين يوصل المعلومه هنا في الجانجليون، يقوم في عصب تاني يقابل الاولاني السكند نيرون يقابل الفيرست نيرون، ياخد منه الامر اللي صادر من السنترال نيرفس سيستم ويوديه للافكتور اورجان، يوديه للقلب، يوديه للاوعيه الدمويه، يوديه لغده معينه للتارجت سيل، وبالتالي التارجت سيل او التارجت اورجان هينفذ الامر، يعمل الريسبونس، يؤدي الاستجابه، يستجيب لامر السنترال نيرفس سيستم. بدانا بستيمولس، ريسبتور حاسه الاستيمولس، سنسوري خد الامر وصله من الريسبتور لحد السنترال نيرفس سيستم، السنترال نيرفس سيستم اتخذ القرار وبعته في الافرنت او الموتور او الفيرست نيرون، بعته لحد الجانجليون، وبعدين في سكند نيرون اخذ الامر وداه للافكتور اورجان، الافكتور اورجان استجاب يعني عمل ريسبونس معين. خلونا بقى نقف واقفه كده مع الاوتونوميك جانجليا دي، المحطة اللي وقف فيها العصب وسلم للتاني، محطة توزيع أو محطة أنا بسميها زي محطة السيارات بالظبط. الأوتونوميك جانجليا وأنواعها ووظائفها. في الأوتونوميك جانجليا بما إن عندي عصبين، العصب الأولاني موجود السيل بادي بتاعته والدندرايتس دي موجودة في السنترال نيرفس سيستم، وبعدين الأكسون ياخد يوصل الإشارة الكهربائية الأمر لحد الجانجليون. في الجانجليون هنا هيقابلها السيل بادي، هيقابلها النيرف سيل التانية او الخليه العصبيه الثانيه او النيرون الثاني. النيرون الثاني راسه البادي بتاعه موجود هنا والدندرايتس بتاعته موجوده هنا والاكسون بتاعه طالع ماشي هنا. فهمنا دي؟ هو ده الوضع اللي انا شايفه هنا كده. فتعالوا بقى، ايه هي الجانجليا؟ collection of neuronal cell bodies in the junction between pre-ganglionic neuron and post-ganglionic neuron. تجمع من السيل بادز، ادا سيل بادي وادا سيل بادي وادا سيل بادي وادا سيل بادي، تجمع من السيل بادز بتاعه الخلايا العصبيه نيورونال سيل بادز. بس بتاعت مين النيورونال سيل بادي؟ بتاعت البري جانجليونيك ولا البوست جانجليونيك؟ الناس اللي فهمت معايا الكلمه الشرح اللي فات الرسم لسه راسمها، دي السيل بادز بتاعت البوست جانجليونيك. تجمع من هذه السيل بادز متجمعه فين؟ في مكان التواصل الجانكشن الارتباط ما بين البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك نيورونز. What the function of autonomic ganglia؟ ليه ربنا خلق كده؟ ليه العصب مش ماشي مرة واحدة زي السوماتيك؟ ليه لازم في النص كده جانجليا ويقابلوا بعض هنا؟ What the function؟ ايه هي الوظيفة؟ اكيد في وظيفة، ربنا ما خلقش حاجة غير لحكمة. اولا ريلي ستيشن، محطة زي ما انا قلت، محطة توقف ومحطة توزيع ومحطة كده ريلي ستيشن. We can modify the signal at this stage for example by drug or surgery. الإشارة العصبية هتخرج من المخ تمشي توصل الجانجل تسلمها هنا لخلية تانية. التواصل هنا مش مباشر، السلكين مش لابسين بعض، ده فيه هنا اتصال كيميائي، وبعدين الخلية التانية هتاخد الأمر وتطلعه. أنا ممكن هنا أعمل موديفيكيشن، ممكن أدخل مادة كيميائية تعطل المادة اتصال الكيميائي اللي موجود هنا، تمام؟ فممكن أغير، فأنا ممكن باستخدام الأدوية أو باستخدام حتى الجراحة إن أنا أزيل هذا الجزء ده، فبالتالي أنا ممكن أعمل موديفيكيشن، أعدل وأغير حسب المرض وحسب الحالة اللي عندي. ده بالنسبة لينا كبشر عايزين نستفيد منها في الموضوع ده، لكن هي كريلي ستيشن بتعتبر محطة توزيع، ديستريبيوشن سنتر، مركز توزيع. لو بصينا في الرسمة هنلاقي العصب ده لما جه هنا مسك هنا، ده استلمت منه أمر، وكمان عندنا التانية دي أو العصب ده التانية كمان دي استلمت منه ودي استلمت منه، صح كده؟ لو لاحظنا حاجة، داخل اتنين وطالع كام واحد؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. دايما البوست جانجليونيك في الغالب أكتر من البري جانجليونيك، يجي واحد يوزع على تلاتة أربعة، لأن الأمر لما يجي ممكن في الغالب في بعض الأحيان المخ باعت امر لتصحيح مشكله معينه، باعت امر لاكثر من اورجن،
فبالتالي كل أورجن هياخد الأمر بتاعه من العصب. هو باعت الأمر في عصب واحد، العصب الواحد هيوزع الأمر ده على مجموعة من الأورجن، من الإفكتور أورجن، كل أورجن رايح له واحد بوسط جنجليونيك. فهمنا القصة ليه دولت أكتر من دولت؟ فهنا الجانجيولون بتعتبر ديستريبيوشن سنتر، بتوزع السيجنالز الإشارات لميني أورجنز. نيجي بقى على أنواعها، احنا كده فهمناها، فهمنا تركيبها، فهمنا وظيفتها. ريلي ستيشن ديستريبيوشن سنتر دول اهم وظيفتين فيها، طبعا في وظائف تانية بس احنا خلينا على قدكم كده وعلى المذكور في السلايد ما نوسعش عنه. الاوتونوميك جانجليا تايبس انواعها، ما قلنا لسه من شويه قلت لكم في سمباتاتيك جانجليا وفي باراسمباتاتيك جانجليا. في جانجليا خاصه بالسمباتاتيك وجانجليا اوف ذا باراسمباتاتيك. اعرفهم ازاي؟ هعرفهم من حيث الموقع بتاعهم، لوكيتد فين اللوكيشن. السمباثاتيك موجودة جنب السباينال كورد، نير ذا سباينال كورد، قريبة من السباينال كورد، بينما البارا سمباثاتيك موجودة بعيد من السباينال كورد. من فين؟ قريبة من مين؟ نير ذا افكتور اورجن. مش انا عندي يا جماعة سنترال نيرفس سيستم طالع من نازل منه السباينال كورد، قلنا بيطلع من السباينال كورد الاعصاب الطرفيه لو طلعت تراكو لامبر دي سمباثيك، ولو طلع من فوق قوي او من تحت قوي دي البارا سمباثيك. خلي بالك في جانجلون عقد عصبيه، كلمه جانجلون يعني عقده عصبيه، تجمع من الخلايا العصبيه. العقد اللي جنب العمود الفقري على الجهتين هنا وهنا قريبه كده من السباينال كورد من الحبل الشوكي اسمها السمباثيك. ما يدخلش فيها غير الاعصاب اللي طالعه من هنا، طالعه من منطقه السمباثيك، تمام، وتتوزع بعد كده. انما انا عندي المسار، هبدا بالسباين، هبدا بالسنترال نيرفس سيستم، والعصب هيمشي وبعدين في جانجليون وبعدين هيوصل لافكتور اورجن، صح كده؟ حلو، خلي ده كانه وعاء دموي يعني مثلا، معلش انا برسم بالماوس فالدنيا صعب شويه. حلو، العصب الباراسمباثيك يمشي مسافه طويله لحد ما يلاقي جانجليون قريبه من الافكتور اورجان، يحصل ريلي ستيشن وديستريبيوشن هنا، وبعدين يطلع على طول البوست جانجليونيك على طول. مهمه الحته دي عشان هتفيدنا بحاجه جايه دلوقتي، ركزوا معايا، تطلع على الافكتور اورجان على طول. السمباثيك اول ما يطلع يلاقي مين؟ يلاقي على طول الجانجليون بتاعته، يقوم طالع عامل ريلي ستيشن فيها وديستريبيوشن، ويطلع البوست جانجليونيك يمشي مشوار لحد ما يوصل الافكتور اورجن. يبقى مين اللي اقرب من السباينال كورد؟ السمباتيك. مين اللي بعيد؟ الجانجلون اللي بعيده من السباينال كورد الباراسمباتيك. ده اول حاجه من حيث الموقع. السمباتيك في اتنين تانيين غير اللي جنب السباينال كورد، واحد اسمه الكولاترال جانجليون، وفي واحده كده لوحدها اللي فوق الكلى، فاكرين الكلى؟ تمام، فوق الكلى كده في غدة كان اسمها الغدة الكظرية أو الغدة الفوق كلوية. الغدة دي جسمها من جوه، الغدة دي كانت الأدرينال جلاند، لها كورتكس من بره ولها جزء من جوه كده البطانة بتاعتها من جوه، أو الجزء اللي جوه اسمه المضلة، اللحاء بتاعها من جوه. اللحاء ده في الحقيقة جانجليون، تجمع للخلايا العصبية الخاصة بالسمباتيك نيرفس سيستم. يبقى السمباتيك في سمباتيك ترانك اللي ماشية لاترال للسباينال كورد، اللي اسمها البارا فيرتبرال، بارا يعني بجانب السباينال كورد، بجانب الفيرتبرال كولم او فيرتبرال تشين جانجليا. وفي الادرينال اللي فوق الكلى، فوق الرينال او الكيدني، وفي الكولاترال جانجليا. بينما البارا سمباثيك اثنين، تيرمينال اللي موجوده في جدار الوعاء نفسه او قريب منه قوي، موجوده في جدار الافكتور اورجان او قريب منه قوي، تمام، دي اسمها التيرمينال او بيسموها انتراميورال يعني جداريه جوه جدار العضو. بينما الكرينيال جانجليا دي اللي موجوده فين؟ في الكرينيوم هنا، اسمها كرينيال جانجليا، دي حاجه لوحدها كده. بس احنا بنتكلم ان جنرال ان الباراسمباثيك اواي من السنترال نيرفس سيستم ونير من الافكتور اورجان، ما عدا الكرينيال دي ليها حاجه خاصه لوحدها. الجزء بقى اللي هيجي انا عايزكم تقولوه قبل ما ادخل واشرحه. انا عندي اللي قبل الجانجليون اسمه ايه؟ بري جانجليونيك، واللي بعد الجانجليون اسمه ايه؟ بوست جانجليونيك. اللي طالع من منطقه الثوراكو لامبر اسمه ايه؟ سيمباثيتك. واللي طالع من الكرينيال ومن السكرال تحت اسمه ايه؟ بارا سيمباثيتك. حلو، يلا قولوا لي بقى انهي اطول، البري جانجليونيك بتاع السيمباثيتك ولا البري جانجليونيك بتاع البارا سيمباثيتك؟
شطار، البري جانجليونيك بتاع الباراسمباثاتيك أطول لأن الجانجليون بتاعته بعيدة، بينما البري جانجليونيك بتاع السمباثاتيك أقصر شورتر علشان الجانجليون بتاعته قريبة من السباينال كورد. ولو اتكلمنا على البوست جانجليونيك هنعكس الكلام، البوست جانجليونيك بتاع السمباثاتيك بتاع الباراسمباثاتيك قصير شورتر عن البوست جانجليونيك بتاع السمباثاتيك. هو ده الكلام اللي الدكتوره بتقوله في النوت. في السمباثاتيك نيرون سمباثاتيك جانجليا كلوز تو ذا سباينال كورد، قريبه من الحبل الشوكي. سو بري جانجليونيك نيرون اوف ذا سنترال نيرف اوف ذا سمباثاتيك نيرفس سيستم شورتر عن بتاعه البوست جانجليونيك نيرون، ويتش ماست اكستند ثرو اوت ذا بادي، لان البري جانجليونيك بتاع الباراسمباثاتيك لازم يمشي فتره طويله ثرو ذا بادي عشان يوصل الاورجنز ويوصل الجانجليون اللي جنب الاورجن وبعدين يعمل له انرفيشن. حلو كده. هتقول لي يا دكتور الكلام اللي هنا غير اللي انت وضحته لنا دلوقتي، انت قارنت لنا البري جانجليونيك في السمباثاتيك بالبري جانجليونيك في الباراسمباثاتيك. طيب يا جماعه ما هي سهله، يعني البري جانجليونيك في السمباثاتيك اطول ولا البوست جانجليونيك؟ ها البري جانجليونيك في السمباثاتيك اقصر من البوست جانجليونيك، والبري جانجليونيك في الباراسمباثاتيك اطول من البوست جانجليونيك. هي دي الجمله اللي الدكتوره بتقولها هنا بالنسبه للسمباثاتيك. يلا بقى يا جماعه العكس في الباراسمباثاتيك انتوا قولوا، الباراسمباثاتيك جانجليا قريبه ولا بعيده عن السنترال نيرفس سيستم؟ بعيده اهي، بعيده عن السنترال نيرفس سيستم. الباراسمباثاتيك جانجليا ار فار، بعيده فروم ذا سباينال كورد، من السنترال نيرفس سيستم او من السباينال، من الحبل الشوكي اللي هو جزء من السنترال نيرفس سيستم. وعلشان كده البري جانجليونيك باراسمباثاتيك العصب اللي قبل الجانجليون طبيعي انه يكون طويل لانه هياخد مشوار على ما يوصل جانجليون. البري جانجليونيك باراسمباثاتيك نيرون يوجوالي لونجر than بوست جانجليونيك نيورون. البوست جانجليونيك نيورون قصير، ده كمان في بعض الاحيان الجانجليون بتكون انتراميورال يعني في قلب الجدار بتاع الاورجن بتاع الافكتور اورجن، فبالتالي الباراسمباتاتيك ده هيبقى نتوء كده صغير قوي، فبالتالي البري جانجليونيك في الباراسمباتاتيك اطول من البوست جانجليونيك، بينما في السمباتاتيك البري جانجليونيك اقصر من البوست جانجليونيك.